أهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وهذه التغطية العاجلة. أيدت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم حكمها بالإعدام شنقا لعبد الرحمن نظمي الشهير بدبور، والمتهم بقتل مواطن ذبحا عن عمد بالإسماعيلية. إليكم لحظة النطق بالحكم ونعود مرة أخرى. من ده عبد الرحمن؟ عبد الرحمن نظمي. صباح ابراهيم. الحكم في الجناية رقم 8453 لسنة 2021 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2151 لسنة 2021 جنايات كل الإسماعيلية، والتي اتهمت فيها النيابة العامة عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم وشهرته دبور، لأنه في يوم 1/11/2021 بدائرة قسم سان الإسماعيلية مصر الإسماعيلية قتل عمدا المجني عليه أحمد محمد صديق علي بأن التف خلفه واستل سكينا وجز عنقه وإنهال عليه طعن، وما أن حاول المجني عليه الفرار بغية النجاة حتى لاحقه بضرباته القاتلة فأسقطه أرضا واستل سطورا وانهال به على عموم جسده حتى أيقن وفاته، فاجتز عنقه فاصلا رأسه عن جسده قاصدا من كل ما أتاه قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق. وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريتين وذلك على النحو التالي: ألف، شرع في قتل المجني عليه محمود محمد إبراهيم عمدا بأن باغته بضربة بواسطة سلاحه الأبيض سنجة من خلفه فاستقرت بجيده واتبعها بضربتان بجسده واتبعها بضربتان استقرتا بيده اليسرى وساقه اليسرى قاصدا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات، وثبت بالتقرير الطبي المرفق إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه للعلاج على النحو المبين بالتحقيقات. ب، شرع في قتل المجني عليه سليمان عايد حمد عايد بأن طعنه بصدره بواسطة سلاحه الأبيض سكين وسلة بأخرى استقرت بذراعه الأيسر، فأحدث ما به من إصابات، والثابتة بالتقرير الطبي المرفق إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه للعلاج على النحو المبين بالتحقيقات. ج، وقد تقدمت تلك الجناية المقترفة جناية إحراز قصد التعاطي جوهر مخدر وهو الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ده احرزها بغير ترخيص أسلحة بيضاء سكة سكين مشرط مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية والشخصية، وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات. وأحيل إلى هذه المحكمة وبجلسة اليوم صدر الحكم الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع وعملا بالمواد 304 فقرة 2 و 309 على 1 313 و 320 على 1 و 381 فقرة 1 و 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالمادة 234 فقرة 1 و 2 من قانون العقوبات،
والمواد 1 و2 و37 فقر 1 و42 فقر 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 89، والبند رقم 91 من القسم الثاني الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46، وبالمواد 1 و25 مقرر فقر 31 فقر 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1985 لسنة 2019، والبند دين رقمي 6 و7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم وشهرته دبور بالإعدام شنقا عن ما أسد إليه ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100,000 جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعوة المدنية ومبلغ 200 جنيه، وكذا ألزمته بمصاريف الدعوة الجنائية. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة. وكانت قد قررت محكمة جناية الإسماعيلية في 9 من ديسمبر الماضي بإحالة أوراق دبور لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، حيث أرسل المتهم جوابا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار من مفتي الجمهورية، حيث اطمأن على أسرته وطلب الدعاء. وطالب المتهم أيضا في مذبحة الإسماعيلية خلال خطابه بتسديد ليونه وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض في محبسه. وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول خلال جلسة نطق بالحكم في 9 من ديسمبر الماضي لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية المستشار مصطفى أحمد ذكري، والذي طلب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهي قتل المجني عليه والشروع في قتل 2 آخرين وحيازة واستعمال سلاح أبيض دون مسوغ قانوني. وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغا بقيام المتهم بقتل المجني عليه ذبحا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده. وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة النيابة العامة بمكتب النائب العام انتشارا واسعا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها. وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادثة لمعاينته، وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالمحل المطل عليها، ونظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهم المصابين وخمسة شهود آخرين، فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتداء المتهم بتعاطي أو اعتياد المتهم بتعاطي المواد المخدرة
والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم للجريمة. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار، لأن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. نهاية التغطية، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.